السؤال اللي يطرح نفسه بإلحاح آه. علاش ما كاش محمد العريس في رمضان 2024؟ علاش كاين فهمه انا دوك سؤال وجيه سؤال وجيه وانا نقول لك نقدر نقول لك كاع لي زيبيزود كان يستنى في هذا السؤال تبديت له به. انا اللي حاب نسمع باسكو هذه دوك عسخوف يعني اسمح لي دقيقه عندي انا عندي عبد الغني عندي ناس وعندي ناس تحبني عندي انستغرام قادر نقول واش نحب انا بالنسبه لي انستغرام تاعي القناه تاعي الخاصه نقول واش نحب ماشي مشكل انا يا اول حاجه نحترمكم ثاني حاجه نحترم الزملاء تاعي انا نحترم نفسي ونعرف نفسي واش نسوى ونعرف القيمه المطلقه ديالي قلت لك انا ما كانش في هذا العام ولا العام اللي فات نقولها ونقولها درك نورمال وعادي انا كي نخدم ديرونجي ناس بزاف ديرونجي صح ديرونجي انا نكون هكذا هذا عطاني الله سبحانه كاين حال كاين حيا لي ربي ما كنحتاجش مرحبا بك وكل الدنيا مكاتب كان عندي زوج اعمال كان عندي الوشام وكان عندي رويا وفي زوج بطوله مي لا غير ما كتبش الله الحمد لله خيره في غيرها وما درتش هذه مي خرجت للخارج درت فاشن شو درت علاقات مع ناس اخرى درت عقود وراني نكتب وندير في عمل ان شاء الله يعني قريب بعد الانسان لازم يصبر ونتمنى لهم النجاح لكن نرجع بقوه ان شاء الله ويوجدوا رواحهم هذا ما كان